ترك النبي صلى الله عليه وسلم مدينته، وبينما هو يسير مر برجل أعرابي، والعرب معروفون بكرمهم وجودهم وما حاتم الطاء وأخباره منا ببعيد. أكرمنا الأعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتفل به. أعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرم الأعرابي، وأحب أن يجازيه بمعروفه خيرا ويكافئه على حسن ضيافته، فهو القائل: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. فقال صلى الله عليه وسلم للأعرابي: تعهدنا، إيتنا. تمر الأيام ويأتي الأعرابي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويلقى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له: ما حاجتك؟ مرني بما تشاء أفعله لك إن استطعت. فكر الأعرابي في أمنياته وفتش عن رغباته، يا ترى ماذا يريد وبماذا يحلم؟ لقد كان الحلم ناقة برحلها ويحلب أهلي لبنها. لم يتخيل رسول الله صلى الله عليه وسلم جواب الأعرابي، وكان لكلامه وقر الصاعقة: هذا أقصى أمانيك، يا للهول. قال صلى الله عليه وسلم: عجز هذا أن يكون كعجوز بني إسرائيل. فقال له أصحابه: ما عجوز بني إسرائيل يا رسول الله؟ من تلك المرأة عالية الهمة سامية الأمنية؟ ما خبرها وما شأنها؟ تعالوا بنا نبدأ القصة. خرج موسى عليه السلام فارا بدينه وبقومه من بطش فرعون وجنوده، فلما صار بهم ضل طريقه ولم يهتدي سبيله، فسأل بني إسرائيل: ما هذا؟ لماذا نضل الطريق؟ فقال له علماء بني إسرائيل: إن يوسف عليه السلام حين حضره الموت أخذ علينا موثقا من الله أن لا نخرج من مصر حتى تنقل عظامه معنا. فقال موسى عليه السلام مستفهما: أيكم يدري أين قبر يوسف؟ فقال علماء بني إسرائيل: ما يعلم أحد مكان قبره إلا عجوز لبني إسرائيل، هذه المرأة وحدها من يعلم مكان هذا القبر الفريد. أرسل موسى عليه السلام إلى المرأة العجوز من يقول لها: دلينا على قبر يوسف. قالت: لا والله، حتى تعطيني حكمي أشترط شرطا حتى أدلك على قبر يوسف. فقال لها متعجبا: ما حكمك؟ قالت: بثبات وثقة في الله حكمي أن أكون معك في الجنة. يا الله، تكون رفيقة موسى بن عمران عليه السلام في الجنة بأن تدلهم على قبر يوسف عليه السلام. انظر إلى تلك المرأة العجوز وعلو همتها وسمو رغبتها، ما رغبت في الدنيا وبهجتها ولا طمحت في الدنيا وزينتها، بل آثارت الباقي على الفاني ولم تسبح طويلا في بحر الأمان. وهكذا فلتكن الهمم، فإن الله عز وجل يحب معالي الأخلاق ويبغض سفسافها. تدبر موسى عليه السلام في الأمر، فإذا هو ليس بيده ففلان في الجنة لا تكون إلا بوحي من الخبير العليم. وأحجم موسى عليه السلام فلم يأته أمر بذلك، فأوحي إليه: أعطها حكمها. فأعطاها حكمها، فانطلقت بهم إلى بحيرة مستنقعة ماء، فقالت لهم: أنضبوا هذا الماء. فلما أنضبوه قالت لهم: احفروا. فحفروا فاستخرجوا عظام يوسف، فلما أن أقلوه من الأرض إذ الطريق مثل ضوء النهار. وهنا نذكر موقف الصحابي الجليل ربيعة بن كعب الأسلمي، ذلكم الغلام الذي لازم النبي صلى الله عليه وسلم، لا يريد من الدنيا متاعا ولا يبغي من رسول الله مالا، بل يمتثل أمره ويخدمه في كل شأنه راجيا ثواب الله والجنة، ولا يشغله إلا السعي لتلك المنة. قال ربيعة بن كعب: كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوم له في حوائجه نهاري أجمع،
حتى يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة، فأجلس ببابه إذا دخل بيته أقول لعلها أن تحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة، فما أزال أسمعه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبحمده، حتى أمل فأرجع أو تغلبني عيني فأركض. قال: فقال لي يوما لما يرى من خفتي له وخدمتي إياه سلني يا ربيعة أعطك. قال: فقلت أنظر في أمري يا رسول الله ثم أعلمك ذلك. قال: فبكرت في نفسي فعرفت أن الدنيا منقطعة زائلة وأن لي فيها رزق سيكفيني ويأتيني. قال: فقلت أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لآخرتي فإنه من الله عز وجل بالمنزل الذي هو به. قال: فجئت فقال ما فعلت يا ربيعة؟ قال: فقلت نعم يا رسول الله أسألك أن تشفع لي إلى ربك فيعطيكني من النار، وفي رواية أسألك مرافقتك في الجنة. قال: فقال من أمرك بهذا يا ربيعة؟ قال: فقلت لا والله الذي بعثك بالحق ما أمرني به أحد، ولكنك لما قلت سلني أعطك وكنت من الله بالمنزل الذي أنت به نظرت في أمري وعرفت أن الدنيا منقطعة وزائلة وأن لي فيها رزقا سيأتيني، فقلت أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لآخرتي. قال: فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا ثم قال لي إني فاعل فأعني على نفسك بكثرة السجود. ربيعة شاب لم يتزوج، ولو طلب زوجة لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع له عند أحد أصحابه فيزوجه، إنه فقير لا مال له، ولو أراد المال لأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم مالا. لقد كان هم ربيعة صحبة حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم في جنة الخلد، إذا أعطي ذلك فعلى الدنيا السلام، فما فيها من متاع لا يرام. وهذا نص الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم. أخرج الحاكم عن يونس بن أبي إسحاق أنه تلا قول الله عز وجل وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون الآيات. فقال أبو بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه قال نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعرابي فأكرمه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تعهدنا إيتنا. قال: فآتاه الأعرابي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حاجتك؟ فقال ناقة برحلها ويحلب لبنها أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجز هذا أن يكون كعجوز بني إسرائيل. فقال له أصحابه ما عجوز بني إسرائيل يا رسول الله؟ فقال إن موسى حين أراد أن يسير ببني إسرائيل ضل عنه الطريق فقال لبني إسرائيل ما هذا؟ قال فقال له علماء بني إسرائيل إن يوسف عليه السلام حين حضره الموت أخذ علينا موثقا من الله ألا نخرج من مصر حتى تنقل عظامه معنا. فقال موسى أيكم يدري أين قبر يوسف؟ فقال علماء بني إسرائيل ما يعلم أحد مكان قبره إلا عجوز لبني إسرائيل. فأرسل إليها موسى فقال دلينا على قبر يوسف. قالت لا والله حتى تعطيني حكمي. فقال لها ما حكمك؟ قالت حكمي أن أكون معك في الجنة. فكأنه كره ذلك. قال فقيل له أعطها حكمها فأعطاها حكمها. فانطلقت بهم إلى بحيرة مستنقعة ماء فقالت لهم أنضبوا هذا الماء. فلما أنضبوا قالت لهم واحفروا. فحفروا فاستخرجوا عظام يوسف. فلما أن أقلوه من الأرض إذ الطريق مثل ضوء النهار.